بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كبرى تحواتين حتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله الحمد تي أقدس زخوني ناي كتاب القواعد الأربعة تن أربعة مسارات الزبل ني عسرت شوعت كفلت الزخون تزاربنا نيرنا تنكلت مسارتات نع انجليزنا ابتا سالسيت مسارت ابونا بزيحنا نيرنا اذا سالسيت مسارت كلو اسلامي كفلت ازلو مالتيو اتي كنتات دعوة للرسول صلى الله عليه وسلم نبتوحيد زكبرو ازنبورو نبكمي زبولو هزبتاتيوم تلايخوم نيروم انتايو خنيرو اتقندي دعوة ناي نبينا محمد كومو دماني توم زحالفو نبيات نزو كلو ابت زحالفو تنتينا نيرنا اذا مبل عسر سلستة ويتا مبل اذا مبل سلسيتي حسنيا زلنا قاعدة مالتيو وتا مسرت انتايو تبل ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على اناس متفرقين. النبي عليه الصلاة والسلام ناب هزبي تلايخوم زموتو بتوم مدعوين توم دعوة زقبرو اللوم زنبورو زتفالة لي عينتات عباداتات امنتاتي نيروم منهم من يعبد الملائكة قل نيروم الملائكة عبادة زقبرو ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين قل دماني نا أنبياء نصالحين دماني عبادة زقوب نيروم ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار كوم دماني قليئتهم نقرب نئمني بزوح عائلتات إمنتات نيرو النبي عليه الصلاة والسلام تلايخهم زمجوهم ومنهم من يعبد الشمس والقمر ني صحاين ورحن دماني عبادة زقوب نيروم بزعب عزيز ملكة تبزا كنزي عزيز نبرت كدرسنا مالتيو بزيادة تنتينايو ولذلك نمنتايو ناهي مزيزو اللو هاب قيزية صحيت بركولون تعربولون وين نوافل نقصة قد كل كل زخونو اللو بزي مخنيات زوين تقيسنا نيرنا لكن النبي عليه الصلاة والسلام نزوم كلاتهم زياتهم قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم نقولاتهم يما النبي عليه الصلاة والسلام تقالي سمهم نزو كلو زبلنايو يملكو خمز نبارو رب سبحانه وتعالى القرآن الكريم تنتينو لنالو لومي تا مرتعو نقرب الله نيتز حالفة عبادة الشمس والقمر والنجوم زبل تقسنا نيرنا مرتعو نملائكة يعبدو خمز نبارو دماني الله عز وجل اب سورة العمران مبل سماني آيان تايلو مالت نأنبياء يكون كم دمان ملائكة عباداتات قبر خمس نبور ولذلك ربنا عز وجل تايل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الله سبحانه وتعالى نملائكة يخون نأنبياء يخون من دون الله عبادة قبر لهم كم رب قيرم نقعزو رب سبحانه وتعالى أي عززن مهنياتو إزي نقزارسو كفريو الله سبحانه وتعالى دماني يدعونا إلى الإيمان ناب إيمان يدزو عن نازلو ربنا عز وجل سلزي إزي حادة كابتي مرتعو نملائكة عبادة يقبرو كمزنا ورو مالتيو كم دمان نأنبياء عبادة يقبرو كمزنا ورو كمتي أب سورة المائدة زلو مالتيو الله عز وجل تايل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يوم القيامة الله سبحانه وتعالى نعيسى همزيلو يحطو مالتيو السخابي خاب على خاب نعاين ندين كم أملاك ديركم حازوني إلكان دك سباد دومي هركا إخائب له إذن تايل مالتيو نوردت مالتيو نحسرت مالتيو نتوم زمل خزن بورو الله سبحانه وتعالى يعززون نسوين أبسخون يكون تمرتلماني نعاي
كم أملاك جيركم حازوني تأوعوني أنا إيه فتاريكم أنا إيه سجاز اللي بوسكو فتاري له أي عززن مالك. ولذلك أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله لو حتى مالك. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. سوري زخنكا نتوه زخنكا قبل الزيب الكازخنكا فتار سمايات مريتن زخنكا نحنا كلاتنا باروتناتنا زخنكا زخننا قويتا با استخاد فلتي خايبل أنا زي قبا أني أنا دخون فطورن كلهو أنا زتولدكو أنا بعدها بسيسايكا بنابل عكون ناس تخون زعابو خسني إزي زي قبا أني وأنا خومي لأي مهاركو من إن كنت قلته فقد علمته. أنت الآز قدايزي إليه خوينا دماني نسخاب على الخات فلتخا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. كله نحسبون كله نزاربون كي حسبنا يخلنا كنتاتناتنا أنتك من حسب أنت فلت قويتا نسخا يخمو نسخا فلات نيغيب زخونك قويتا نسخات فلتخا أنا أز قدايزي أيبول كوا منبل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني أنا أتأبصح زبل كاني بجيك حدا الله بجيك حدا فتاري سمايات مريت كهالي زب حقك من لغ زقبو بجيك حدا الله يلي انت بل كل النبيات حجو ما دموزو قال نعايد عدم هاركم بركالي أي مهاركون أنا عبد الله ربي وربكم نربين قويتاناتي زخونا قويتاكم زخونا نعود راح تغوزو إلى عزيزي بل زي طبعا سورة المائدة مبل عسر شدشتن عسر شوعة تنزل لآية مالتيو. فهذه الآية فيها دلالة على الشرك بالأنبياء دك سبات الأنبياء شرك خمس قوارو إزياء قلت زخونات مرتعية مالتيو. فعيسى عليه السلام نبي كابتزي التراتر كابتم عبيتي أولو العزم زبهالو نبيات من تلات باهلو هو عيسى. وفيها دلالة أيضا على وجود الشرك بالصالحين فإن أمه من الصالحات أديو كابتن مروتات بلوتات زبهالا أب عالم زي تمرتا وصنا الدخونا كابعات حانتي مريم. إذن نأنبياء يكون نصالحين يكون كابتن عبيت صالحات مريم يا مالتو عبادة خمس تقبر اللهم إذا آيازيئة ترد أنا كم من دون الله عبادة خمس تقبر اللهم مالتو كون ني أنبياء ني ملائكة ني صالحين كم زرعنا مرتعنا صالحين وين الله عز وجل بزعبازي أمل كتو أب سورة الإسراء انتايبل بزعباتهم نرد بقريفهم نخالص زمن خزلو نتم صالحين زملون زلو الله عز وجل تايلو قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نرد قريفكم نخالي تسفى أنبيركم تقزوهم تملكوهم زلهم دلائكم ولا تصوعوهم ولا أنت لمنكم موسمي نزيع إذن سبازيعتهم ولا حنت دونن ولا قريب لهمن. فلا يملكون كشف الضر عنكم شقر متئكم معات متئكم سببا متئكم تتوعوهم تلمنوهم زلكم سبباكم زبحنو كاب سببا زبحنو أيكونون حادة كنتنا بحادة كنت كغيرو زكولو أيكونون. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن تتوعوهم زلكم نقزارسهم ناب رب سبحانه وتعالى زباتات صحوم سناي قبرتات زدالين نقزارو سوم فرحز اللوم ناب رب سبحانه وتعالى يوم نعوم كتلمونو دو نزوم فرحي أحديروم زلو نعوم كتلمونو دو حشاكم سني ولا بخطتا نباي كتموتو أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه نقزارو سوم سوم أفرحي يوم زلو مالتهم. إذن إذن انتهي يرد أنا مالتيو إذا بسورة الإسراء حجي كان رياض سنحنا مالتيو ني أم نصالحين دماء عبادات كمز قبر لهم مالتيو. فهؤلاء المعبودون المدعوون من دون الله هم يدعون ربهم ويبتغون إليه الوسيلة. إذن دك سبات كتعمنا إيهم وحس خونونا إيهم شفع خونونا إيهم دابولو بتوعهم زلو نقزع رسوم نساتهم أوي كنتي نهالكون نابجنا لنا نابجهنم انتا يتبح نقوخ قاتمنا نابولو نساتهم أبتسفان أفرحن يوم زلو مالت يوم
ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف تعبدونهم من دون الله كميلكم يقوم نربك يدفكم نعاتهم تملقوهم زلقوهم إذن إذا آية زيئة سبب النزول لا تبزح علماء تنتانيه بهم وقد قيل إنها نزلت في الذين كانوا يعبدون الملائكة لتهم ملائكة لتسوعهم وعزير والمسيح نعاتهم بسبب ناتاتهم مقنيات عبادة زقبورو بؤيا وريدا دبل اللو هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما وقيل كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن بزعباتهم دك سبات ناغان انتي زقزو زنبورو بزعبهم زوردت يا دبولو علماء وينالو وتوم تقزوهم زنبوركم كاب أغنان وين التحاكتات مسرع أيو قرآن مسمعو وين التحاكز التقبلو عالو ونقزارسهم تزنبورهم قيقاتات بو تكابو تميليسهم أفرحن أبتسفان زلو بنرعاتهم زوردت يا زبلوين قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضه وين عالو مالتيو إذن بربع عينتو عباداتات زقابر زنبورو ناب كلهم يم النبي عليه الصلاة والسلام تلائخهم مالتيوهم والدليل على أن من الناس من يعبد الشجر والحجر تم رسول استلاقوهم هزب تاسني إذا كل ذي عبادة قبرنيرهم نملائكة نأنبياء إلنا نشجر نحجر وإن كيترف عبادة قبرنيرهم انت لأينا هو ربنا عز وجل أب قرآن أب سورة النجم تايلو أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أيلو إذي أتم هو صالحين منيرهم لكن بدحرون نويح جزي مسحالفة أشجار أسنام يمتقيرهم مالتهم كوموتات ناتاتهم مسلقيرهم نتشجر نتحجر عبادة يقبرون منيرهم بزشي مزقيرهم مالتهم والعزة شجر أنيرا مالتهم ومنات صنيم بقديد تعظمه الأوس والخزرج بعد الأوس والخزرج عبادة يقبرون عزموز نقولوا من ينترالك منات ينيرو مالتهم ولات دماني صخرة بيضاء منقوشة بالطائفة وقال لي طائف أبو زنبرد عابي صخر امني وتسأريبهم بسرحوه إنيرو مالتيو بزوح يعني ستاراتات قيروم مقارجاتات قيروم نابوكتات تخلقها أهدب قير كايدو التوخم زيل كايزو تون دابولو بزوح دعايات بزوح يعني كبرت زهوب وزنبريو واللات قال العلماء وين انتايلهم رجل صالح نيرو كان اللات رجلا يلت سويق الحاج نتهم حجاجكم وزن كله زي رجل صالح نيرو انتاي قبر لهم نيرو خمزي مالت سقم امتيو بتأسمن بمعارن جيرو تبو جيرو عداليو خمزي بوصو نبلا مالتيو نتهم حجاج دموتو بزوح يستناقدهم نيرو مالتيو حتي شيطان انتايلو من سبعي زي صالح نيرو نعود عم مثل زيت كبرو ليلو مثل جيرو ملو دحراي توم هزبتات مستباتاتون دماء ازي مثل زي كوك اللي لا يكون النزي توصل دحر جيركم نعود دحر لمنكم وانا برب دبات اصحاكم عباداكو ازي قبرو نيرو لدماء نتوم هزبي حدش تجيل دموتو دماني ابتفعات مريح ومالتو اذن نزي دماني توم ابسورة ومس نوح عليه السلام دك على سوهم زنبورو صالحين زنبورو نعتهم عبادة زقبرو زنبورو يوم مالتهم ولذلك ربنا عز وجل بزعباتهم هزبتات نتهم أسنام كميكم زنبورو انتايل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر إلو وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا زبولونا سيدنا نوح مسوزبوم زنبوري ربنا عز وجل وين القرآن قليزلنا إذن النبي عليه الصلاة والسلام زتلاقوم هزبتات بزوح عينت عباداتات زكايد اللوم بزحات منيرهم مالتهم كم زتقسنا أسنام نيرهم نتصحي زقزو نملائكة زقزو نأنبياء زقزو نصالحين زقزو نخلاتهم بب عينتهم نيرهم مالتهم ولذلك كم تي بتفسير مجيز اللو إذن أسمات زي ود سواع يقوث يعوق نسر زبهالو زياتهم كابتهم عبيتي صالحين منيرهم أسماء رجال صالحين يزي لما ماتوا مسموتوا زمسبات زياتهم زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم ليشطوا بزعمهم زياتهم مويتهم تصبح نبوكر السعي كونوا سلازي من تخير السعي ناتاتهم مثل قبور لهم يخميلوا شيطان واحد لهم مثل قيرهم لهم جزيء مسنوحة جزيء مسحالة فدماني
شيطان مزيو إن أسلافكم يعبدونهم اليوم توم كنهم زنور كو جزوهم يمنيرهم يتوبوهم يمتوسل دقور نيرهم يلودما مريسو أب عبادة أو دقوهم مالتيو فعبدوهم من دون الله عز وجل. إذن زي انتهي رد أنا مالتيو النبي عليه الصلاة والسلام نبزوح عينة عباداتات زقبر زنورو ناو يمتلائهم كمو إن الشجر عبادة يقبروا لهم دنبرة حديث أبي واقد الليثي المعروف النبي صلى الله عليه وسلم كاب غزوة حنين ناتمولس كله لقتال هوازات حدث أحد بكفر نيرنا يبلو قيل كابتم حدشتي دمسلم نيرو مصر أيو حانت عباي قرب ناي قابا مالتيو نرسول عليه الصلاة والسلام انتا إلومم يا رسول الله اجعل لنا ذاتي أنوات إلومم كمزنا إزياتهم زمزلوهم سني كمناتاتهم دقبروا الناموس فولوهم النبي عليه الصلاة والسلام نبحق تقدعهم والذي نفسي بيده إلومم سخاتكم تبلوز لكم لك كم تقوم موسى زبولو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة زبولو كبو زيروا أخم تزاربكم إلوم النبي عليه الصلاة والسلام تقدعهم لهم انتا إمري أمالتهم أقرب دقوزو ويتبرك دقور بأقرب مصر أيهم نزيت أليهم إذن النبي عليه الصلاة والسلام زيت الأخوهم هزبتات نستفعل يجزو خمس نغورو النبي عليه الصلاة والسلام لما نقول خمس تقعال سوى زرد مرتعيو إن شاء الله أبكالي تحستو كسابن الرخب أستودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد.